مشاهدينا دلوقتي تعالوا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله في سياق هذا التقرير. اخبار كتير هتحصل النهارده، من بينها وفقا لما حددته وزاره الاوقاف المصريه هيكون موضوع خطبه الجمعه بعنوان يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، كما حرصت الأوقاف على ألا يزيد أداء الخطبة عن 15 دقيقة للخطبتين الأولى والتانية. النهاردة هيحتفل العالم بيوم السياحة العالمي اللي بيوافق 27 من شهر سبتمبر من كل عام، وهو اليوم اللي حددته منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للاحتفال بصناعة السياحة، وبتقيم جميع الدول السياحية فعاليات بالتزامن مع هذا اليوم. وأعلنت المنظمة أن الاحتفال بيوم السياحة العالمي لهذا العام بيأتي تحت شعار السياحة والسلام، وبيسلط الضوء على دور السياحة في تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. النهاردة مركز الطفل للحضارة والإبداع أو متحف الطفل هينظم في الساعة الواحدة ظهراً عدد من الأنشطة والفعاليات للزوار بالتعاون مع الإدارة المركزية لثقافة الطفل، وده احتفالاً باليوم العالمي للسلام اللي بيحمل هذا العام شعار دولي بعنوان زرع ثقافة السلام. لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي اللي بتجمع ما بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا والزمالك حامل لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية. المباراة بتقام على استاد المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وبتنطلق في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.